والسلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وسلامة. ومن دبي الحبيبة، كان ويكند صراحة مفعم بالحيوية والنشاط. الإيفنت هذا كان يعني كانت بورشة ما شاء الله مجهزين له من بدري، لدرجة أن جتني الانفيتيشنز كمالك وليس كمالك سيارة بورش وليس كصلاح في نينجا على حساب فلان وعلان، أن تعال احضر. فكان الطلب أن تعال وجب سيارتك معك ومعك ضيف وتنورنا وأنت وسيارتك. فجاني من الكويت، جاني من الرياض، من السعودية، جاني من البحرين، جاني من الإمارات، أو خلنا نقول اللي هو مكتبهم في الشرق الأوسط. فكان الترتيب ممتاز وما شاء الله تبارك الله. يمكن كانت الملاحظة أن الإيفنت هذا كان لملاك البورشة بشكل عام، جميع فئات البورشة، ولكني لاحظت أن في ناس كانوا موجودين ما كان لهم علاقة أو ما هم ملاك سيارات البورشة. كانت هذه اللي شوي غريبة، ما أدري ليش، مع أنه كان الحضور لازم أنك تشيك على الباركود والريجستريشن وتطلع هذه، ما كانت حلوة. يعني تحس أنه في أشخاص مدعوين في مكان يعني ما ينتمون للمكان هذا. عنصرية؟ نعم اعتبرها عنصرية. أنا عندي مثلا سيارة بورش وفي إيفنت خاص في البورش، ما أبغى أحد أنه يجي معي ما عنده بورش مثلا، زي جروب الواتساب، شيء طبيعي. ما علينا، إيفنت حقهم وكيفهم. الشغلة الثانية، يمكن كان تركيز البورش في الإيفنت هذا كان مو على كل السيارات، مع أن الضيوف أغلبهم يمكن كين وبانميرا وانت ماشي، ولكن تركيزهم وكيمن وبوكستر وانت ماشي، ولكن كان تركيزهم في المعرض هذا بشكل واضح على سيارات الناين إلفن. يعني لو تشوف تاريخ البورشة ما راح تشوف بوكستر ولا تشوف كيمن، ما راح تشوف كين، ما راح تشوف بانميرا. فكان تركيزهم يعني على الناين إلفن، وأضافوا على استحياء التايكن، بالإضافة إلى تقريبا سيارتين جايبينها اللي هي كسيارات الكونسبت، ولكن ما هي حقيقية. الحلو في الموضوع أنه كان الإيفنت عائلي، يعني ممكن الواحد أن يجيب أهله مع عيال، أقارب، أطفال مثلا إلى حد ما، ولكن المشكلة في بعض الناس أنه ما يعرف الإيفنت إن حق عشاق سيارات، ولا جاي حق ولا هو إيفنت حق طقطقة. فكنت أشوف إن في بعض الأطفال يعني ما له علاقة في السيارات ولا يعرف السيارات ولا عالم السيارات، ويجي يعني حتى يخرب عليك إنك تصور الشيء. يعني عدت مليون مرة أمس الستوري عشان بعض البزارين الصغار، الأطفال وليس البزارين الكبار. فالجو كان حلو، ولكن في بعض الضيوف اللي تحس إن ما أدري بوش اللي جابه. احنا في دبي مول، فاكيد ان في واحد معاه لامبورغيني فقاعد يستعرض الاكزوز حقه. فالحقيقه ان كان ايفنت روعه صراحه، ان احنا في الخليج نفتقد الايفنتس المحترفه، خلينا نقول، او الاحترافيه زي الايفنتس اللي بتكون كذا، لان الاغلب، وانا اتكلم بصراحه، اغلب الملاك يأخذون موضوع الأشياء هذه، يأخذونها كطقطقة واستهبال وقت الفراغ، ويهم يجيك يأخرك ساعة ساعتين. لذلك أغلب، إذا ما هو بكل نوادي السيارات والموتور بايك في الخليج فاشلة بدون استثناء، كل أبوها فاشلة. ليش؟ لأن ما يعطيك إياها من قلب. يا أنك تلقى الناس كذا ماسكين النادي قاعد يقولك والله معاكم الرئيس، معاكم البريزيدنت، معاكم الفي بي، معاكم الجي ام، معاكم الدايركتور، معاكم الفراش، سلامات.
غير النوادي هذه أنها تكون فيها تحزبات، وما أتكلم عن الضيوف، الضيف ممكن يتحزب كيفه، ولكن كمنظم يعني تخيل أنك أنت ماسك نادي معك 5 أو 6 ماسكين نادي موتربايك أو سيارات whatever، وتلقى أنك تميل لمجموعة من الضيوف ومجموعة آخرين عشانك ما تعرفهم، فما تكلمهم ولا ترحب فيهم ولا تسلم عليهم سلامات، يعني ترى ما هو بجايك يشحث أهلك، أنت دام أنك تعنيت ومسكت النادي الله ليهينك، اهتم في الحضور، اهتم في الضيوف اللي موجودين، تعطيهم نفس الاهتمام، شوف إيش النواقص، أنت رئيس نادي أو نائب رئيس نادي whatever، فتهتم في كل الضيوف، مو أن فلان يدخل تسلم عليه والثاني تسحب عليه. لذلك النوادي عندنا في الخليج للأسف أنها فاشلة. وما ننسى أكيد موضوع المصالح الشخصية، اللي يمسك النادي تلقاه يودي الضيوف في كافي شوب حق ولد عمه، في مطعم حق ولد خالة، في مدينة ألعاب حقت جدته ومدري وين، وتلقاه من وراء يطلع له بزنس وانت ماشي، وليس أن الموضوع أنه ما يكون فيه تعارض مصالح أو conflict of interest. لذلك تلقى الناس تتضارب على الأشياء هذه عشان يبغى يتمصلح. باختصار مفروض أنه يكون نادي يجمع الهواة حقين الأشياء هذه، للأسف أنه يجمع ناس على نياتهم، ولكن اللي ماسكين النوادي تلقاه وراه مصالح شخصية. فلذلك أنا حاولت أني أطلع من أغلب النوادي، أنا ما أكون كبش فداء، لا ما راح أطول عليكم، يعني كان المنشورات اللي أبغى أتذكرها في الإيفنت اللي كان موجود في دبي ممتاز ولا أروع، ولكن الملاحظة اللي كانت موجودة برضه بالإضافة للملاحظات الثانية ونستفيد منها، يعني أكيد حنا في الخليج ممتاز، طيب كل المنظمين اللبنانيين ما عاد اللي عند البوابات، اللي عند البوابات ناس مساكين وعلى قد حالهم، طيب كل المنظمين اللبنانيين، يعني الحفل هذا أو الإيفنت أو الجذرينج هذا هل هو موجود في بيروت مثلا؟ أنا أحب اللبنانيين وعندي أصدقاء وزملاء لبنانيين أكيد، بس الإيفنت في دبي خير إن شاء الله، ليش لبنانيين؟ ليش ما في خليجيين؟ ليش؟ في ملاك بورشة عندي يقدر أنه يتكلم، في ناس آخرين ما شاء الله يعني مهم ملاك بس إعلاميين خليجيين، فأتمنى من بورشة الشرق الأوسط وغيرهم الشركات اللي في الخليج بالتحديد بتسوي إيفنت، أتمنى المرة الجاية أن نشوف شباب خليجيين، وخلك معهم حازم ما عندي مشكلة، أبغى أشوف إماراتي، أبغى أشوف كويتي، أبغى أشوف بحريني، أبغى أشوف قطري، أبغى أشوف سعودي، عماني، أبغى أشوف، أنا ما جيت هنا عشان ألقى اللي موجودين مثلا جايين من دولة ثانية أو من منطقة ثانية، لو الإيفنت هذا في لبنان والمنظمين خليجيين ما راح يقبل اللبناني، لو كان هذا الإيفنت في الأردن كان منظمين خليجيين ما راح ينقبل، ولا في مصر ما راح ينقبل، بس عندنا في الخليج على قولتهم يعني الإيفنت خليجي وتلقى اللي ماسكين الإيفنت بالكامل ما هم خليجيين، هذا ما هو تحزب ولكن حق يا أخي ديرتنا.